المشاكل اللي يعاني منها الناس واللي نطرحها هنا، ونحب نسمع آراءكم بهذا الموضوع ومشاكلكم. نتمنى أنه من المسؤولين يسمعونا ويلقون حلول هذا الموضوع. موضوعنا لهذا اليوم هو ارتفاع الأجور الدراسية في الجامعات الأهلية، واللي ومشروع اللي تم طرحه من قبل وزارة التعليم العالي حول موضوع تخفيض الأجور الدراسية بكافة الجامعات الأهلية. طبعا أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هيئة الرئيس ستبحث يوم غد المقبل الملفات التي تمت مناقشتها في جلسة الاستضافة البرلمانية، فيما أشارت هيئة التعليم الأهلي إلى تخفيض أجور الدراسة في بعض الجامعات هذا العام. وقال وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ياسين العيثاوي إن جميع المواضيع والملفات التي تمت مناقشتها خلال جلسة الاستضافة في مجلس النواب سيتم بحثها في هيئة الرأي، لافتا إلى أن الهيئة هي صاحبة القرار في إقرار هذه القرارات من عدمها. وأوضح أن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب هو موضوع التوسعة بمقاعد الدراسات العليا والدور التكميلي للدراسات العليا، بالإضافة إلى إعادة المرقنة قيودهم. من جانبها أكدت دائرة التعليم الأهلي أن أجور الدراسة خفضت بشكل كبير في بعض الكليات هذا العام، مبينة أن هناك تفاوت في الأجور ما بين كلية وأخرى. فاليوم موضوعنا راح يدور حول تخفيض أجور الدراسة بكافة الجامعات الأهلية وليس بعضها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أرقامنا راح تظهر في أسفل الشاشة. أتمنى من الجميع يشاركنا بموضوعنا بالدقائق الأخيرة المتبقية من برنامجنا الصباحي. بالتالي اليوم احنا دنمر بظرف اقتصادي وصحي كلش صعب. هذا الشيء راح يثقل كاهن عائلة الطالب بالدرجة الأولى والأساس من ناحية الأجور الدراسية. ثانياً اليوم الطالب هو معتمد اعتماد كلي، أغلب الطلبة مو الكل معتمدين اعتماد كلي على عوائلهم بما يخص الأجور. هو طالب أكيد ما عنده لا شغل لا عمل، ما عنده وظيفة من خلالها يتقاضى راتب. البعض الآخر بهم يضطر هنا يقصر بدراسة وروح يشتغل في سبيل حتى ما يكون هو عائق لعائلته. يعني فعلا اليوم العائلة ايش تريد تكون مخصصة راتب اذا هم يعني عندهم وظيفة معينة احد ذوي، بالتالي من خلال هذه الوظيفة او الراتب اللي يتقاضاه من الدولة اكيد راح يخصصه لمستلزمات الحياة. بالاضافة تجي لأجور الدراسة بالكليات الأهلية. طبعا الموضوع هو مو فقط متعلق بالكليات الأهلية، لو تجي أيضا على الكليات الحكومية، بالتالي أنا راح أدرس بكلية حكومية واجب الدولة بأنه ما راح يكون أي مقابل بالموضوع. هذا فيما يخص الدراسة المسائية، هذه هم بيها معاناة الأمانة. اليوم نشوف الدراسة المسائية بالكليات الحكومية الأجور الدراسية أقل شيء 1.5 مليون. ما أنا رايحة كلية أهلية، أنا بالتالي رحت مسائي احتمالياً أنا موظفة عندي ظروف أنا أعمل. فلهذا اللي جئت للدراسة المسائية بكلية حكومية، لكن بنفس الوقت أنا أدفع أجور اللي هي 1.5 مليون. والمشكلة الأكبر شنو؟ بأنه أنت لازم تدفع هذه الأجور كاملة من بداية السنة. وهذا الموضوع صار وياي، أنا أدرس بكلية حكومية مسائية، الشرط مالتهم أنه تدفع الأجور كاملة مقدما ما تقسطها، وإذا ما عندك المقدرة المادية تقسطها تروح تحكي ويا عميد الكلية حتى في سبيل يقسطها قسطين. احنا ما ننكر فد نقطة مهمة ولازم نذكرها بما يخص الكليات الأهلية. أولا سووا يعني شمول، أو يعني اليوم بعض الأشخاص المتعففين أو من العوائل المتعففة ما شملوهم بالأجور الدراسية، بالإضافة لأبناء الشهداء أيضا مستثنين أو معفوين من دفع الأجور الدراسية. لازم إحنا نذكر هاي النقطة الإيجابية، لكن النقطة السلبية أنه أكو تفاوت بين الأجور اللي تخص الأجور الدراسية للكليات الأهلية خاصة الطبية. شوف اليوم قسم الصيدلة بالكلية الأهلية 9 ملايين، شنو هالرقم المبالغ به؟ ولو أني لو تجون بصراحة رأيي الشخصي يا إبراهيم، أني ضد اليوم الكلية الأهلية. أني بالتالي تخرجت من السادس الإعدادي، طلع لي مجموع معين هذا يتوافق مع مستواي الدراسي
والفكري، وعلى هذا الأساس لازم يكون إلي تخصص معين يتناسب مع المجموعية اللي أنا حصلت عليها أو المعدل اللي حصلت عليه. بالتالي من أروح وأدرس بكلية أهلية يعني اختصاص ما يلائم مجموعي، هذا الشيء للأساس أنا للأمانة اللي انتهيت بي أنا راح أبدي من عنده اللي هو موضوع المعدل. أن اليوم أنا أعرف بعض الناس معدلاتهم 50 رايحين هندسة، كارثة. يعني هو الموضوع أنت اليوم أوكي أكو يقول لك البعض يقول أنه ظرف معين، فأنا طلعت معدل واطي، بالتالي أنت تقدر تعيد السنة. اللي عنده ظرفية سنة، لكن أنا ما أقبل بكليات الأهلية بأقسام معينة، قد أقبل صاحب المعدلات الناصية. بالتالي هذا الموضوع كذلك مهم. الموضوع الثاني تحدثت به حسناء على موضوع أنه هو الكليات المسائية، الكليات الأهلية تأخذ أجور عالية والكليات المسائية الحكومية كذلك. صح. أنا أكو موضوع معين ممكن ما منتبه له، هو موضوع الدوام حتى الصباحي في الكليات الحكومية. أنا أروح كطالب عادي، هو تعليم مجاني صح لو لا؟ لكن أنا أدخل للكلية، أنا كنت أداوم بالكلية، ما كان أنه أنت اليوم تروح تشتري المحاضرات والملازم اللي موجودة بمبالغ كذلك معينة، ممكن تكون هواية على بعض الناس مو قليلة. نستلم أول اتصال، وأم ياسر من بغداد، يسعد صباحك أم ياسر. أهلا وسهلا، السلام عليكم. كل الهلا عليكم السلام، أهلا وسهلا. شو رأيك موضوعنا اليوم؟ أني طبعاً رأيي بالنسبة للجامعات الأهلية والكليات والمدارس، إذا كانت ابتدائية وإذا كانت متوسطة، طبعاً هاي دمرت يعني التدريس كليته من أساسه الراسي. إحنا الوضع مالتنا تعبان، ودي هسه إحنا دنلتجئ خصوصاً المدارس الابتدائية، حتى الابتدائية والمتوسطة دنلتجئ إلى مدرسين خصوصي، والخصوصي هم التدخالهم بمدرسة حكومية، وهم تعطي تدريس حكومي، تدريس خصوصي يعني. والدراسة الخصوصية كل كل كورس الكتاب الواحد ب 350 أو 400 وصلت لل 500. زين أنت الفقير إحنا شلون بيعيش بهذا الوضع؟ الله صح. احنا هسه حتى الطلاب هسه انا اول بارحه والله العظيم شفت طفل بشارع المتنبي قاعد الساعه 11 بالليل، احنا دا نشوف الوضع دا يعني دا يقرا خال في كتاب. قلت له خاله انت شو بدك تسوي؟ قال انا ابيع علج حتى اروح اطلع مصرفي. صح. اروح اطلع مصرفي. ليش ماما؟ قلت له ليش هيك قاعده تبيع علج؟ يعني صح. احنا الى متى نبقى هيك؟ يعني نبقى لهالمستوى هذا مستوانا الى متى دا يصير للادنى؟ أم ياسر يعني أنت تحدثت بي أنت اليوم حتى من بداية الدراسة من الابتدائية أنت تنطي أجور معينة حتى الطالب يقدر يكمل إلما يوصل للكلية، وبالكلية يتفاجأ بمبالغ ضخمة راح يدفعها إذا راح الكليات أهلية. الكليات الأهلية يعني هم هسه أنا ابني تخرج من الكلية دجلة قانون بدون ذكر اسمعي، هسه ما متعين من 2014 ولحد الآن. تدري يعني التعيين ما هسه التعيينات تبدأ تصير بيش بثلاث دفاتر. صح. ودفترين. صح. ودفتر ونص تدفعين لي قدام دفتر ونص وبعدين دفتر ونص والله. صح. العظيم. صح. زين وأني كل الدولة أعرفها، كل بالحكومة أعرفهم ترى. زين بس اني ابني ما يريد ينقص نفسه بهيك يعني بهيك يقول اني هاي كلها راشي والمرتشي باشر عقبه اني عفت اني عفت المحكمه المحاكم واشتغل بالمحكمه على مود في سبيل ما تجيني فد شيء يعني رب العالمين يغضب علي، لان هذا كلنا احنا بنشتغله لازم بضميرنا. ماكو شغل بضمير، ماكو اي شغل بضمير، اي دوره اي دائره او اي وزاره ما حد ما يشتغل بضميره وخوف من الله، لا كلها راشو والمرتشي. وين ما حتى النقل من وزاره لوزاره يقول لك تعال النقل، السجناء السياسيين كل شيء صارت كلها بها رشاوي. وهاي هسه التعليم كل يتهم كذلك، بده يوصلون ما يوصلون بتعب وبشقه، لا يعني تعبانين على نفسهم، لا والله دا ينطون فلوس ودا كلها بالرشاوي دا يصعد اكو هواي صعدوا. شكرا لك، شكرا لك لاتصالك. اكيد اللي تحدثت به أم ياسر هي معاناة، إذا فتحت هاي المعاناة إحنا وصلنا لحد الوظيفة إنه يعني صار متعب على مدار سنوات، لكن متعب وبمشاكل. صح. إلما تريد تتعين، حتى من تتعين هو بمشاكل ترى. صح. ونرجع لموضوعنا الأساسي بما يخص تخفيض الأجور الدراسية اللي تخص الكليات الأهلية. يعني اليوم شو يصير الطالب عنده اليوم مصاريف اللي تخص الدراسة وغيره وغيره وغيره، هواية أمور
ومن الأجور الدراسية. وخلينا نذكر نقطة جدا مهمة بأنه اليوم بعض الأشخاص بسبب التدريس الركيك خلينا نسميه أو الغير موفق للأمانة أو عدم اهتمام التدريسين البعض عندهم ضمير جدا عالي أمانة، فهذا الشيء أثر على مستوى الطالب، هو لا حول ولا قوة، ما عنده المقدرة المادية يروح يدخل دروس خصوصية حتى يطلع بمعدل عالي، فهنا يطلع بمعدل واطي أو رديء، بالتالي هو يضطر يروح لكلية أهلية لأن هذا هو طموحه، لأن هو أساساً عنده ذكاء وعنده مقدرة يدرس، لكن الخلل بالتدريسيين يعني أو الكادر التدريسي للبعض يلي ممكن يأثر على مستوى الدراسي. مشاهدينا طبعاً يعني هذه رسالة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهذا رجاء باسم كل الطلبة يلي مختارين الكليات الأهلية وذويهم بأنه تنظرون بأمر هذا الموضوع، وتكون أكو اليوم عدم تفاوت من ناحية الأجور الدراسية بكل الكليات الأهلية، وتشوفون وتطلعون على الأجور المبالغ بها يلي تثقل كاهل الطلبة وعوائلهم. إن شاء الله كل التوفيق لكل طلبتنا، يا رب إن شاء الله النجاح للجميع. فاصل ومن بعدها نتواصل إياكم.